وعن عكرمة رضي الله عنه عن عفوا وعن عكرمة رحمه الله قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. المتباريين أن يؤكل. المتباريان يقول الحافظ هما المتماريان المتباهيان، والمعنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المفاخرة في الطعام، نهى عن المفاخرة في الطعام، وهذا يكون في أحوال منها هذا النوع، أن يتبارى اثنان في قضية الطعام بحيث يكون يتفاخران، كل يقول أنا أذبح أكثر منك، مثلا يذبح أكثر من خروف، ويعني يحصل من هذا النوع. هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وللأسف الشديد هذا موجود عند كثير من أو بعض الناس، للأسف بعض الناس في بعض النواحي عندهم مثل هذا الأمر، وهو المباهاة بكثرة الطعام، لأن هذا يقود إلى إسراف، يقود إلى تبذير، يكون أصلا هذا ليس لله وإنما للفخر والخيلاء والتباهي، تباهي. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن طعام المتباريين. ولو أن الناس استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام ترك كثير من هؤلاء الذين يتباهون بكثرة الطعام ويصنعون هذه الموائد فخرا وخيلا، فإذا رأى هؤلاء بأن الناس لن يأتوا إليهم ما فعلوا هذا الفعل ولتأدبوا. لكن للأسف الشديد الناس يجاملون، الناس يجاملون. نسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم جميعا.